ساعات عقب لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفالة، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً استحدث بموجبه مجلساً مؤقتاً عوض المجلس الأعلى للقضاء المعلني عن حله الأسبوع الماضي. مجلس مؤقت سيقدم وفق ما نشرته الرئاسة بالرائد الرسمي للجمهورية اقتراحات لإصلاحات ضرورية لضمان حسن سير المرفق القضائي واحترام استقلاليته. هذه الخطوة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد حول المجلس الأعلى للقضاء كانت منتظرة في الواقع، وهي امتداد لما سبق أن حذر منه طيلة الأشهر الماضية حول ضرورة إصلاح المرفق القضائي وضرورة إصلاح المنظومة القضائية ككل. اليوم قيس سعيد يحل المجلس الأعلى للقضاء ويعين هيئة وقتية في انتظار أن تكون هذه الهيئة في مستوى التطلعات والانتظارات، خاصة إصلاح المرفق القضائي وإصلاح المنظومة القضائية ككل. المرسوم الجديد للرئيس سعيد يعطيه حق الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة ويحظر عليهم الإضراب وتعطيل سير العمل العادي بالمحاكم. مرسوم يرى محللون سياسيون أنه يأتي تمريراً لمشروعه المتعلق بالمحاسبة. الرئيس قيس سعيد يريد تمهيد الأرضية لتمرير مشروعه المتعلق بالمحاسبة وما سمي بتطهير القضاء وبالتالي تطهير البلاد، حتى يتسنى له تمرير ما يريد أن يمرره عبر السلك القضائي. جمعية القضاة أعلنت عن تشكيلها لخلية أزمة، فيما نظم معارضون للرئيس سعيد تحركا احتجاجيا في العاصمة تونس، تحركات من شأنها عرقلة جهود سعيد وتعميق الأزمة حسب مراقبين لشأن السياسي. يعولوا لربما على المناخ الداخلي اللي هو سياسي متعف، ولكن يعولوا كذلك خاصة المواطنون ضد الانقلاب وحتى جمعية القضاء. تدويل الأزمة والبحث على مساندة خارجية، الاتحاد الدولي للقضاة، في المنظمات حقوق الإنسان والجمعية الدولية، وبالتالي باش تولي أزمة كبيرة برشا وباش تاخذ بعد خارجي وباش يتعفن المناخ، والمجلس أعلى الموقت هذا ماهوش باش يكون بوسعه باش يشتغل. مشهد سياسي متوتر وعلى صفيح ساخن يطرح أسئلة بشأن المستقبل السياسي للبلاد، سيما بتزامنه مع أزمة اقتصادية طالت جيوب المواطنين. يجابه دعم وتأييد قرارات سعيد الجديدة رفضا محليا ودوليا، خطوة يصفها الرئيس أنصاره بمعركة تحرير القضاء من الفساد والفاسدين، لكنها محاولات للسيطرة على السلطة القضائية في نظر معارضيها. وبين هذا وذاك ينتظر الشارع التونسي ما ستؤول إليه الأحداث في قادم الأيام. إينس فرادي، اليوم تونس.